مرحبا العراقيون هل هم راضون عن البرلمان؟ خلينا نسمع هذه الاراء من الشارع في بغداد والله أستاذه فاشل كل شيء ما شفنا منهم لا تعيينات لا شيء لا خدمات لا شيء هذول عندنا خريجين قاعدين الله وكيلك كفيلك الله خريجه يدفعوا يتعبون عليه ويدفعون العدم والما حتى عود يتخرج لو يصير براسه حظ لو لا تالي ما تالي يشتغل بالتيك توك يركضون برانا المرور وكلها تركض برانا يعني شلون احنا غير نريد حل؟ والله برلمان فاشل يعني من بدايه الحكومه لحد الان ما سووا شيء، نفس الشيء راحت شهداء راحت ابرياء ما سووا شيء. الحكومه كلها فاشله يعني مو بس البرلمان، حكومه محاصصه تعتبر ما سووا شيء، هاي راحت الشهداء شنو شنو إذا راحت هاي الشهداء؟ الابرياء هاي الجرحى سووا سووا شيء ما سووا شيء لحد الان والله برلمان مجموعه سراق وبرلمان فاشل يعني ما فادوا الشعب ابد من صاره ولحد الان ناس ماتت من الجوع من وراهم وتاذوا وراحت شهداء وراحت ابرياء كلها بسببهم طبعا والله ابن عمي سلطة البرلمان سلطه فاشله ما فادوا ما فاد الشعب فادوا فد فد نفسهم نرحب بضيف برنامجنا بالعراقي الفصيح النائب عن ائتلاف العراقيه الاستاذ كاظم الشمري عضو لجنه النزاهه النيابيه اهلا وسهلا استاذ كاظم أه انت معروف بصراحتك وبجراتك. السؤال هل تعتقد الحكومه الحاليه بالفعل هي جاده وقادره على محاربه الفساد وخاصه حيتان الفساد؟ نعم تحيه لك اخ معد وتحيه للمشاهدين الكرام ولقناتكم الكريمه. يعني هناك ظروف وأحوال يعني تساعد على إنجاح أي خطة عمل ممكن أن يقوم بها سياسي أو حزب أو, أو رئيس وزراء أو وزير أو ما شابه من نجي إحنا اليوم هل الوقت مثالي لهذه الحكومة في محاربة الفساد حقيقة يعني أنا من وجهة نظري أنه الحكومة تمتلك يعني تمتلك ظروف مناسبة لكنها ليست مثالية في محاربة ومواجهة الفساد الظروف المناسبة تتمثل بوجود استعداد شعبي لدعم هذه الحكومة استعداد مرجعية دينية أيضا لدعمها في مواجهة الفساد وأيضا استعداد دولي حقيقة وهناك يعني شفنا بالآونة الأخيرة الاتحاد الأوروبي دول التحالف الدولي أيضا يؤكد على ضرورة أن يخطو العراق خطوات جدية باتجاه مكافحة الفساد وإيقاف نزيف هدر الأموال سواء عن طريق البنك المركزي أو غيرها لكن يعني هل تمتلك الحكومة الوقت الكافي لمواجهة كبار السراق وكبار الفاسدين، الحقيقه لا يسمح الوقت للحكومه الوقت المتبقي من عمر الحكومه، امامنا حوالي ثمانيه اشهر قادمه، لا يمكن لدوله مثل العراق وبحكومه تمر بالظروف التي تمر فيها حكومه العراق تستطيع ان تواجه مافيات الفساد وتستطيع ان تواجه او ان تقترب من وكر الدبابير. يعني انا اعتقد راح تكتفي الحكومه بالضرب على مجموعه من الموظفين الصغار اللي لا يستندون الى جهات سياسيه لانه حقيقه فيما لو اقتربت الحكومه من وكر الدبابير فهذا يعني انه راح تحترق الارض تحت اقدام هذه الحكومه. هذا يعني كما إنه... احترقت الارض في فترات سابقه تحت اقدام سيد عادل عبد المهدي وغيرها عندما اقترب من بعض الملفات ومن بعض القضايا هذا يعني ما ممكن اي حكومه الحكومة استاذ ذكيه في تعاملها هذا يعني اي حكومه ما راح تقدر تقترب من كبار الفاسدين اذا بهالطريقه يتعاملون الموضوع يعني لا هذه الحكومه ولا اي حكومه قادمه لا 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 يعني حقيقه الظروف مناسبه ومواتيه للحكومه القادمه اللي تمتلك متسع من الوقت بان تضع برنامج وتعبئ المجتمع العراقي تعبئ وسائل الاعلام تعبئ القوى السياسيه باتجاه مواجهه الفساد اليوم الفساد يعني مو فساد ظاهره فرديه لحزب سياسي او لشخص او ل ميليشيا او لعصابه معينه او لعائله معينه. اليوم للاسف الشديد الفساد في العراق صار ظاهره وتقودها احزاب متنفذه وجهات سياسيه مؤثره. لذلك حقيقه يعني لا يمكن لاي حكومه مو شرط حكومه السيد الكاظمي لاي حكومه مهما كانت نوع هاي الحكومه بأن تواجه الفساد لوحدها دون دعم السلطة التشريعية دون دعم مؤسسات المجتمع المدني دون دعم الشعب الذي يجب أن يكون هو المواجه الحقيقي لحالات الفساد ما هذا. الشعب أستاذ كاظم الشعب, الشعب, العفو الشعب طلع مظاهرات 800 شهيد 25 ألف جريح المرجعية أكدت على ضرورة محاربة الفساد الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة كلهم يؤكدون على دعم الحكومة لمحاربة الفساد ماذا تحتاج بعد الحكومة؟ يعني قلت لك هي تمتلك ظروف مناسبة لكنها مو مثالية الوقت المسموح لعمر هذه الحكومة مو وقت تقدر تواجه به مافيات الفساد يعني حقيقه يعني انا اتحدث بهذا الشكل بشكل موضوعي اما اذا انه اتحدث كجهه سياسيه وتقييمي لعمل الحكومه في هذا الملف عندي وجهه نظر اخرى حقيقه لكن الموضوعيه تقتضي ان نقف جميعا مع الحكومه الان في مواجهتها للفساد والمفسدين. لانه لا يمكن لا يمكن في ظل الظروف الموجوده الحاليه ان تواجه الحكومه وحدها هذه الظروف، نعم هناك دعم دولي، دعم داخلي، شعب طلع واعطى دماء زكيه وهذا امر مهم، طريق الفساد في العراق طريق القضاء عليه لكن الاحزاب استاذ كاظم الاحزاب الاحزاب نفسها او غالبيه الاحزاب هي من تقف ضد الحرب ضد الفساد هي من تضع العصي في دواليب مكافحه الفساد اعتقد هذا ما انت ردت تفصح عنه من قلت هذا راي شخصي وهناك راي سياسي نعم يعني هذا الموضوع يعني حقيقه معروف والأحزاب اليوم أنا كما قلت قبل قليل أنه صار ظاهرة وظاهرة تقوده أحزاب وجهات سياسية وجهات متنفذة لذلك يعني مو مو جهات عادية اليوم يعني وأنا أتحدث معك ورئيس الوزراء يشن أو الحكومة تشن حرب على الفساد يعني واستهدفت مجموعه موظفين لكن الان هناك وزارات في تعمل في داخل هذه الوزارات هيئات اقتصاديه تابعه لاحزاب سياسيه وما حد يقولهم على عينكم حاجب. اليوم وانا اتحدث معاك الان المنافذ الحدوديه رئيس الوزراء شن حمله كبيره على هذه الحملات قبل حوالي شهرين. وارسل قوات جهاز مكافحه الارهاب والان رجعت الامور اشبه بالسابق رجعت نفس الجهات سيطرت وبسطت نفوذها على المنافذ الحدوديه ويعني هذه 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 المناطق المنافذ الحدوديه والهيئات الاقتصاديه اللي تتحكم بالمشاريع اللي مبالغها ملايين الدولارات مليارات هذه ايهما خطر اخطر على على وضع البلد نعم ملايين المليارات يعني ما دام أيهما ما دام حضرتك اخطر على البلد استاذ كاظم ما فتحت استعرضت بعض هناك ربع مليون موظف فضائي رواتبهم تعادل ضعف ميزانيه اقليم كردستان اللي دائما عليها مشاكل او اشكالات كامله وين تروح هذه المليارات وين تروح هذه الرواتب يعني هذا أمر منظم وأيضا كما قلت تقف وراء حقيقة جهات داخلية وجهات خارجية يعني أكو نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها أن الفساد في العراق محمي من قوى داخلية ومن قوى خارجية وقوى خارجية هناك أحزاب وهناك دول ترعى الفساد في العراق وترعى المفسدين في العراق ونشوف أنه هناك حتى هناك تفرض حمايات لهؤلاء الفاسدين في مواجهة الدولة وفي مواجهة مؤسسات الدولة وتشوف أنه بعض الفاسدين اللي عندهم ارتباطات مع دول خارجية يتحركون بأريحية ويهددون هذا ويبتزون هذاك و يحصلون على العقد الكبير هذا ويحصلون على العقد الكبير في تلك الوزاره ومحمي داخليا ومحمي خارجيا فموضوع الاسماء او الفضائيين اللي ربع مليون شخص يعني حقيقه انا يعني بتوقعاتي انه فيما لو تم تدقيق حقيقي على آه هذه الاسماء فرح تجد آه هذا الرقم يزداد ما نكتفي بهذا الرقم الربع مليون آه شخص وهذا ايضا آه كما قلت هو برعايه سياسيه وبرعايه حزبيه ايضا زميلك آه في آه عضو لجنه النزاهه النيابيه السيد هندرين لزجين كشف ان هناك 2000 سياره مستاجره في دبي لموظفي نفط شركات نفط عاملة في العراق أو وخلال عامي عشر و 18 بلغت تذاكر سفر هؤلاء الموظفين بين دبي وأماكن إقامتهم أكثر من ستة مليون دولار كل هذا على حساب الحكومة العراقية أنتم كلجنة نزاهة عندكم علم بهذا الموضوع أو تبريرات الحكومة إلى يعني هذا الملف بالتحديد قد يكون الزميل العزيز الأخ هندرين يمتلك المعلومات الكافية لكن حقيقة إحنا نمتلك معلومات عن ملفات أخرى تضاهي هذا الملف إذا ما تزيد من حيث الفساد وملفات في داخل العراق وفي يا ريت خارج العراق يا ريت تنورنا و... أنت عرفت, هذه الملف عرفت بصراحتك وجرأتك يا ريت تنورنا بعض الملفات حتى لو كعناوين فقط يعني حقيقة أنا مو من فلسفتي ولا ثقافتي أن أتحدث عن ملفات بعينها بذاتها أمام الإعلام حتى لا تفسر أنه هي موجهة ضد الوزارة الفلانية أو الجهة الفلانية أنا أتعامل مع هذه الملفات بشكل رسمي أوجه كتب إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيقات اللازمة بصددها لكن يعني انا يعني اوعدك انه انه في لقاء اخر أو لك وخارج الاعلام ما موجود من ملفات حقيقه احكي لك انه خطيره جدا واستنزفت المال العراقي واستنزفت الثروات العراقيه سواء على مستوى المنافذ وعلى مستوى العقود اللي في داخل العراق وهناك يعني هناك عقود الآن في هذه الظروف في هذه الفترات اللي احنا بيها يعني عقود اشبه بالعقود الوهميه، وهناك تحقيقات نجريها حقيقه بهذا الصدد، يعني هل يعقل انه احنا في هذه الظروف اللي يمر بها البلد، وبعد هذا الـ يعني بعد 17 سنه انه تصير عقود وهميه لمشاريع وفي بغداد هذه المشاريع. لذلك حقيقة يعني يعني هذا الأمر يحتاج إلى يعني مو بس مواجهة لجنة النزاهة لهذا الأمر إحنا بالنسبة لنا يعني نجري ما يقتضيه النظام الداخلي من تحقيقات ونرسلها إلى هيئة النزاهة المفروض أخ معد وهذه نقطة مهمة جدا أنه نفعل القوانين النافذه ونطبق القوانين النافذه المتعلقه بمكافحه الفساد. والنقطه الثانيه يجب ان نوفر حمايه لازمه للقائمين بالتحقيق سواء في هيئه النزاهه او قضاه التحقيق لانه هذه الملفات تتناول قضايا بملايين الدولارات فمو بالامر الهين على الجهات المستفيده ان تضحي بمصالحها وتضحي بملايين الدولارات اللي تدخل خزائنها شهريا من ضمن هذه العقود كان استهداف من ضمن هذه العقود والمحققين وغيرها استاذ كاظم من ضمن هذه العقود هناك شركه صينيه دفع لها 700 مليار دينار لنصب محطه كهرباء في صلاح الدين ثم الغي الاتفاق وغادرت الشركه بعد ذلك تم دفع 500 مليار دينار حتى ترجع الشركه وتبني المحطه طيب يعني ما حدث العاقل بمعقل ما في رقابه على مثل هذه الاتفاقات وين راحت 700 مليار دولار دينار وكيف وفروا 500 مليار دينار والمحطه مو موجوده؟ نعم هذا الملف موجود عندنا في لجنه النزاهه والزميله عاليه صيفية اللي تناولت هذا الموضوع و هي ومجموعه زملاء اخرين حقيقه. يعني كما قلت لك هذا يعني ما موجود حقيقه من ملفات ومن حالات فساد يشيب لها الولدان و و و وامر يدعو يعني بصراحه انه يدعونا مو للاستغراب ولا يدعونا للدهشه وانما يدعونا انه نبكي على وضع هذا البلد يعني معقوله وصلت حاله الفساد بي الى هذه الدرجه وملفات الفساد يعني نحيل الى لجان النزاهه الى هيئات النزاهه التنفيذيه كي تجري محاكمه المقصرين وتشوف انه انت بين فتره واخرى يعني موجودين وماكو اي اجراءات عليهم ماكو اي اي قضايا تمسهم. وهناك مسؤول الان موجود هو اكثر من 200 امر قبض عليه، اكثر من 200 امر قبض عليه، وموجود ويمارس حياته بشكل طبيعي وماكو اي مشكله. طيب خلي خلي يعني انا اكون يعني يعني حال يعني اجي ويا هذا الشخص، خل اقول 50 دعوه يعني باطله، 100 دعوه باطله، 150 دعوه باطله، ما معقوله 200 دعوه باطله. ما معقولة يعني 200 دعوة يعني هذا يعني معناه انه انه يعني كل قراراته طيب من قرارات المسؤول عن هذه؟ من المسؤول؟ يعني بصراحة يعني اسمح لي استاذ كاظم حضرتك عضو لجنة نزاهة بالبرلمان تفعلون اه تحيلون للتحقيق تشيرون إلى ملفات وتروح اه في إدراج الرياح من المسؤول؟ ليش لجنة النزاهة موجودة؟ ليش هيئة النزاهة موجودة؟ من المسؤول عن هذا ابو 200 دعوه او عن اشخاص معروفين ما كان في 2004 يملك 10 دولارات الان يملك 10 مليارات لماذا لا يتم تفعيل من اين لك هذا؟ من المسؤول بصراحه؟ نعم المسؤول هو كما قلت هيئه النزاهه هي المسؤوله عن هذه التفاصيل بس يا اخي خلينا نكون منصفين هيئه النزاهه المحقق لما يحقق مع شخص عليه اتهامات بسرقه ملايين الدولارات يعني ايش تتوقع يعني المشكله تتمثل بوجود تهديدات وضغوط سياسيه كبيره تواجه هيئه النزاهه والمحققين والقضاة وهذه يعني احكيها هو بكل مسؤوليه بصراحه ضغوط سياسيه احزاب سياسيه تتدخل وبكل قوة لمنع أن يأخذ الحق مجراه أو أن يأخذ القانون مجراه ومن إقامة العدل على هذه الدعاوي وعلى هذه الشخصيات ويعني كل هذه الضغوط ممكن أنه ممكن توصل لمرحلة أنه بعد ما نتحمل بعد ونطلع بالاعلام ونقول انه الجهه الفلانيه والجهه الفلانيه والجهه الفلانيه قولوا يا تمارس يا يا العزيز يعني اذا الان ما تقولون متى يعني هاي آه طريقه آه ما قصدك لك ما قصد حضرتك من المالكي الى آه ماجد التميمي آه الله يحفظها دائما هناك التهديد عندنا ملفات فساد خطيره عندنا ملفات عن الفاو آه على ينصيف عندنا ملفات عن كذا طيب ليش ما يفعلون هذه الملفات؟ القضاء نفسه ليش ما يبعث عليهم؟ وين الملفات؟ هذا التهديد بالملفات هل هو قصده بس الاعلان لاجل عمليه إعلانية اعلاميه او لاجل ابتزاز او لاجل تهديد؟ ايش تتوقع هذا؟ ايش تفسره؟ والله انا اقولها على اللي انا اشوفه الموضوع بعيد عن موضوع انه هاله اعلاميه او موضوع ابتزاز، الموضوع يتعلق بالتعرض لتهديدات وتعرض لضغوط كبيره هو هذا الموضوع غير هذا يعني قد تكون النسبه البقيه بما تفضلت به جنابك لا تتعدى 10% اما ال 90% فهي ضغوط سياسيه وتهديدات وتوصل لمرحله انه تهديد بالقتل وكثير من الملفات تم غلقها وأصبحت في طي النسيان بسبب هذه التهديدات وهذا حقيقة كل ما كان السلاح يعني منتشر بهذه الطريقة والميليشيات منتشرة بهذه الطريقة والعصابات تسرح وتمرح بهذه الطريقة يعني ما راح تكون هناك قضاء عادل وقضاء شفاف يعني القضاء بالنتيجة القاضي هو عند عائلة وعند أطفال وعند يعني وش عنده هو من من حمايه وش عنده من حرس فاني يعني حقيقه انا صار فتره انادي واقول يجب توفير الحمايه اللازمه لقضاة التحقيق في النزاهه ولقضاة هيئه النزاهه وموظفي هيئه النزاهه اللي هم هم حائد الصد الصد الاول لمواجهه الفساد بصراحه وما عداهم غير ذلك يعني بالامكان يعني بالامكان التعامل معهم بطريقة أخرى أما حاط الصد الأول هم موظفي هيئة النزاهة وقضاتها وقضاة ومحققي محاكم تحقيق النزاهة يجب توفير الحماية اللازمة لهم وهم ينظرون قضايا النزاهة حضرتك وامثالك ما تخافون من تهديدات وصلتكم تهديدات باختصار سريع والله انا تناولت فد موضوع معين في بدايه هذه الدوره ووصلت به مراحل متقدمه واجتني تهديدات واضحه نقلها الي شخص ثقه وقال لي ارجوك المضي بهذا الموضوع معناه انه تعرض حياتك للخطر. سلامتك والف سلامه اي نزيه واي مواطن او اي عضو برلمان روحه وقلبه على الوطن وعلى الشعب العراقي. شكرا جزيلا استاذ كاظم آه نتمنى لقاء آه في مره قادمه ونكشف المزيد من ملفات الفزاد شكرا جزيلا آه نروح آه نشكر السيد كاظم الشمري عضو لجنه النزاهه النيابيه والى لقاء اخر سلام